اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فيديو النهارده هنرد على سؤال متكرر: ازاي نعرف الادابتر او الشاحن اللي معانا في شورت سيركت بروتكشن او في كارنت ليميتيشن، وايه الفرق بين الاثنين؟ شورت سيركت بروتكشن يعني حمايه من الشورت سيركت او حدوث تلامس للاقطاب، ولكن الكارنت ليميتيشن هو تحديد التيار، يعني لو وصلنا حمل بيسحب 5 امبير الشاحن او الادابتر مش هيخرج اكتر من الامبير بتاعه. وهنشوف الفرق ما بين الاثنين وازاي نعرف الادابتر اللي معانا في كارنت ليميتيشن او في شورت سيركت بروتكشن، ده اللي هنشوفه مع بعض ولكن بعد الفاصل، تابعونا. في كذا طريقة. اولا لو انت عندك خبرة تفتح الشاحن وتشوف الدايرة بتاعته، هتعرف اذا كانت دايرة اي سي او دايرة ترانزستور، وهل نوع الاي سي ده في انواع البروتكشن بتاعته، في اوفر كارنت بروتكشن، في شورت سيركت بروتكشن، في اوفر هيت بروتكشن. كل دي انواع حمايه بتبقى موجوده في بعض انواع الاي سيهات، فمن خلال الداتا شيت بتاعت الاي سي هتقدر تعرف الحمايه اللي موجوده في الادابتور ده. ولكن مش كلنا هنقدر نفك الشاحن ونقرا الكود اللي مكتوب على الاي سي ونشوف الداتا شيت والحوار ده كله، فممكن بتجارب عمليه نقدر نعرف اذا كان في شورت سيركت بروتكشن او كارنت ليميتيشن او تحديد التيار. تعال نشوف مع بعض. معانا اتنين شاحن. الشاحن الاول عملنا عليه فيديو قبل كده للدايره بتاعته 9 فولت 2 امبير، والشاحن التاني 12 فولت 1 امبير. في واحد منهم في دايره تحديد تيار والتاني في حمايه من الشورت سيركت. تعالوا نشوف مع بعض التجربه العمليه وهنقدر نفسر بعد كده ازاي نفرق ما بين الاثنين. اولا هنستخدم الشاحن ده، المفروض ان هو 2 امبير. التجربه العمليه اللي هنعملها، في بعض الاصدقاء ممكن يقول لك اعمل شورت سيركت على مخارج الشاحن، ولو انفجر يبقى ما فيهوش حمايه من الشورت سيركت، لو ما ضربش يبقى فيه حمايه. طبعا ده حاجه غير عمليه ان انت تعرف اذا كان فيه حمايه ولا لا، ولكن بيكون فات الاوان واتحرق منك الادابتور. فالحل ان احنا هنشغل بالشكل ده، اشتغل والليد مضيء زي ما حضراتكم شايفين، ومعانا سوكت عشان نوصل عليه مخارج الادابتور، وزي ما قلنا الادابتور ده 2 امبير ومحتاجين حمل يسحب اكتر من ال 2 امبير. ممكن نستخدم مقاومات زي كده، وممكن نستخدم مثلا لمبه بتسحب 5 امبير وبالتالي هي تعتبر اوفرلود بالنسبه للشاحن. ومعانا مالتي ميتر بيقيس التيار، ولكن ده للشرح فقط. انت هتقدر من غير بنسة الامبير هتقدر تعرف من خلال ليد البيان، ولكن لو مفيش ليد في الادابتور اللي انت عايز تختبره على الاقل لازم يكون معاك مالتي ميتر، اي نوع مالتي ميتر هتوصله مع الجهد اللي خارج وتقدر تشوف الجهد، ومن خلال الجهد هنعرف مع بعض ازاي نحكم على الادابتور. زي ما حضراتكم شايفين هو 9 فولت 2 امبير، قاري معانا 9 فولت و4 من 10. طيب احنا عشان في امكانيات، فعشان الشرح يكون واضح اكتر هنوصل بنسة الامبير بالشكل ده مع خارج الادابتور، وهنقيس برضه التيار ده لمزيد من وضوح الشرح فقط. ولكن انت مش محتاج كل الامكانيات دي، من خلال الليد فقط تقدر تعرف التجربة بتاعتنا ماشية ازاي. زي ما حضراتكم شايفين هنا التيار وهنا الجهد ومعانا ليد البيان. عايزين ناخد لبالنا من التلات مقاييس اللي معانا. اولا الليد، عشان لو ما عندكش افوميتر او بنسة امبير هتقدر تعتمد فقط على اختبار الليد. لو معاك مالتيميتر لقياس الجهد تمام، تقدر من خلال الاتنين تحدد نوع الحماية اللي موجودة في الادابتور. طبعا لو معاك بنسة الامبير وانت مش هتكون محتاجها، ولكن احنا بس للشرح هنوصل الحمل اللي هو يعتبر اوفرلود على الادابتور ونشوف مع بعض. وصلنا، ناخد لبالنا من التلات مقاييس. اولا الليد في رمشه بسيطه بالنسبه للجهد، الجهد بيقوم وينزل للصفر، يقوم وينزل للصفر تمام. بالنسبه للتيار نفس الكلام برضو، في تيار بسيط بيمر ولكن لحظي، لذلك زي ما حضراتكم شايفين اهو بيغير بسيط. طيب كده من خلال الثلاث مقاييس هنقدر نحدد نوع الحمايه اللي موجوده في الادابتور. واقدر اقول لكم ان نوع الحمايه اللي موجوده في الادابتور ده شورت سيركت بروتكشن، يعني عند
زيادة الحمل أو تلامس الأقطاب، زيادة التيار اللي خارج من الأدابتور بأي شكل من الأشكال، إذا كان شورت سيركت أو إذا كان أوفرلود. بنلاحظ إن الأي سي اللي موجود بداخل الأدابتور، ونقدر نرجع لفيديو هسيبه لكم في الديسكريبشن ويظهر معاكم دلوقتي في علامة الأي، شرح مخطط دايرة الأدابتور اللي موجود معانا ده، وبالتالي هو عند استشعار سحب تيار عالي من الأدابتور بيعمل شت داون، أو الأي سي بيتوقف عن عمل النبضات، وبيعمل تيست كل تقريبا ثانية أو نصف ثانية، ولما يلاقي برضه التيار عالي فبيفصل تاني، وبالتالي كان في الرمشة اللي حضراتكم شفتوها في الليد، وكمان الجهد بينخفض للصفر بيرفع للحظات مع كل مرة يعمل تيست الأي سي، فبنلاقي الجهد صفر وبيرفع وبينزل تاني، كذلك الأمبير بيرفع وينزل تاني للصفر. إذا يعتبر الأدابتور في حالة شت داون أو سيف مود، فنقدر نحكم 100% إن دي شورت سيركت بروتكشن أو أوفر كارنت بروتكشن. ده بالنسبة للأدابتور الأول. إذا كده عرفنا نحكم من خلال الليد أو قياس الجهد أو قياس التيار. تعالوا نشوف مع بعض حاجة تانية وأدابتور تاني. الأدابتور التاني اللي معانا أهو برضو في ليد أحمر أهو، وهنوصل هو أدابتور 12 فولت 1 أمبير. تعال نشوف مع بعض نوصل حمل بيسحب 5 أمبير ونشوف الجهد ونشوف التيار ونشوف الليد. ناخد لبالنا في الأول للليد، شايفين حضراتكم الليد تقريبا انطفأ تماما لأن الجهد انهار لأربعة من عشرة، وهنا التيار 8 من 10 أمبير أو 800 ملي أمبير، وبالتالي هنا في تحديد تيار وليس اوفر كارنت بروتكشن او شورت سيركت بروتكشن. ليه؟ لان لو في شورت سيركت بروتكشن هنلاقي التيار اصبح صفر ويتوقف الادابتور عن العمل، كذلك الجهد هينخفض للصفر، ولكن زي ما حضراتكم شايفين في جهد 4 من 10، وبالتالي الشاحن بيعمل باقصى قوه ليه عشان يرفع التيار، ولكن الحمل عالي عليه والجهد مش بيرفع اكتر من نصف فولت، وهنا التيار شغال في 8 من 10 امبير او 800 ملي امبير، وبالتالي في كارنت او تيار خارج من الادابتور ولكن مش كافي لتشغيل الحمل، وهنا ده يعتبر كارنت ليميتيشن، وخدناه في اكتر من فيديو، عباره عن ترانزستور باور موصل مع الملف الابتدائي للمحول بتاع الادابتور، وايميتر الترانزستور باور بيكون موصل مع شنت ريزيستور، دي اللي بتحدد تيار الادابتور، عنده مرور تيار في ترانزستور والمقاومه، الجهد هنا هيرفع ل 7 من 10 فولت، اعلى من 7 من 10 فولت عند تيار معين، وبالتالي الجهد ده هيكون كافي لتشغيل ترانزستور تاني مساعد، الترانزستور ده لما يشتغل عند كارنت او تيار معين هيمرر تيار من الستارت اب ريزيستور للارضي، وبالتالي هنخفض الجهد هنا على بيز ترانزستور باور، وبالتالي ده هيحافظ على تيار ثابت، تيار معين في ترانزستور باور ما يزيدش عن المقدار ده. ده الكرنت ليميتيشن، وده اللي موجود في نوع الادابتور اللي موجود معانا في التجربه الثانيه. اذا عرفنا الفرق بين الكرنت ليميتيشن والشورت سيركت بروتكشن، وعرفنا دلوقتي ان الشاحن الاولاني بيفصل ويشتغل، وبالتالي ده في شورت سيركت بروتكشن او اوفر كرنت بروتكشن، وطبعا الافضل هو الشاحن ده، لان الشاحن ده بيتوقف تماما عند زيادة التيار المسحوب، ولكن النوع اللي معانا ده ممكن لو اشتغل كده لمدة دقيقة او دقيقتين الترانزستورات هتسخن وممكن تتحرق ويضرب الادابتور. اتمنى يكون فيديو النهاردة فيديو قصير مطولناش على حضراتكم، ومفيد لمعرفة انواع الحماية اللي موجودة في الشواحن، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. طبعا ما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، اقول لكم سلام.